السلام عليكم. اليوم راح نوريكم كيفاش رايحين نقيو كيفاش رايحين نحيو رائحه تاع الصباط، سواء تكون هذا النوع تاع الصباط ولا الباسكيت ولا اي نوع تاع الصباط ولا حتى البوت. كي تلبسوا البوت كيفاش راكم رايحين تنحيو الرائحه تاع الصباط، خاصه في فصل الصيف كما راكم تعرفوا الصباط يريح بزاف. المهم تبعوا معايا، نسحقوا بيكربونات تاع الصوديوم، يعني تستعملوا الكميه اللي تحبوا نتوما، ونسحقوا التالك تاع البيبي، التالك تاع البيبي هذيك البودره تاع البيبي، ونخلطوهم جيدا. كما تعرفوا التالك عنده رائحه جيده جدا، يعني تاع صوديوم تنحي الرائحه ثانيك. فوالا هذه راح تفرشوها كامل داخل صباطكم. من بعد كي تفرشوها تبيتوها ليله داخل في الليل، هكا زعما تستعملوها في الليل، من بعد الصباح كي تنوضوا تنفضوها برك، تنفضوا باش تنحيو كامل هذيك لا بودغ، هي راح تتنحى وحدها، يعني نتوما تنفضوها برك هي راح تتنحى. وتكملوا هكذايا زعما كيما نقولوا امو، ديروها اون فوا في لا سيمين ولا تستعملوها يعني شاك 3 جوغ ولا كيما تحبوا نتوما، يعني على حسب رائحه تاع هذاك الصباط. ولا حبيتوا تستعملوها كل يوم تقدروا تستعملوها كل يوم ثاني كيف كيف. هذه النتيجه الاحسن اللي انا لقيتها، يعني احسن لنزع رائحه الصباط هي البيكربونات الصوديوم مع التالك تاع البيبي، تالك هذاك لا بودغ تاع البيبي. كما قلت لكم تخلطوهم وتحطوهم لداخل الصباط وتبيتوهم ليله كومبلي، من بعد غدوه عندك الصباح كي تنوضوا باش تروحوا للخدمه ولا القرايه ولا تنحوها، تنفضوا هذيك لا بودغ وتعاودوا تلبسوا صباطكم. تحبوا تكرروا هذه العمليه كل يوم، كيما تحبوا تستعملوها 3 مرات في الاسبوع ولا تحبوا تستعملوها كل اسبوع، يعني نتوما والرائحه شحال تكون يعني قويه هذيك الرائحه تاع الصباط، ولا كانت مزعجه بزاف تقدروا تستعملوها كل يوم. بصح هذه نتيجه رائعه جدا، يعني نتوما اول مره اول استعمال كي تستعملوها الاستعمال الاول راكم رايحين تشوفوا هذيك النتيجه، يعني بلك رائعه. وكاين اللي يقول لك استعمل هذه الطريقه الثانيه، يستعملوا هذا نستعملوا تحت الابط، هذا تواسيوه داخل صباطكم، يعني هذا ثاني مليح. بصح ما تعاودوش تستعملوه تحت الابط، اون فوا تستعملوا به صباطكم خلاص يعني خليوه غير للصباط. مي الطريقه الاحسن يعني هي طريقه الصوديوم مع البيكربونات الصوديوم مع التالك، هذه الاحسن طريقه لنزع رائحه الصباط، يعني تقدروا تستعملوها مره واحده في الاسبوع بركات، ماشي مخطط حتى تستعملوها كل يوم، لانه في اول مره اللي راحين تستعملوها يعني اول تجربه المره الاولى اللي راحين تستعملوها راكم راحين تشوفوا النتيجه يعني. وان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه هذه، ولا عجبتكم يعنيكم غير ديروا لي جيم وتشاركوا في القناه تاعي هكا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. السلام عليكم.